لقيت فيها وراها معاني كتيره. كلنا قادرون وباختلاف، سواء معاقين او غير معاقين، كل واحد ربنا اداله القدره بتاعته بس مختلف. تمام. حضرتك تقدر تبقى اعلامي، انا ما اقدرش. كويس. انا اقدر اعمل حاجه، حضرتك ما تقدرش. ولادي يقدروا هم على اختلاف قدراتهم. يمكن الكلمه اللي قلتها حتى يوم حبيت اوضح، قلت هتشوفوا النهارده في الاحتفاليه دي، لان انا بدربهم طول الوقت وعارفه بيعملوا ايه، فقلت هتشوفوا المتميز وهتشوفوا الاقل قدره وهتشوفوا الاقل، لكن كلهم قادرون، كل واحد حسب قدراته سواء الذهنيه او الجسديه او اللي ربنا حبابيها. احنا دورنا ايه؟ ان احنا نحترم ده. تمام. دورنا ان احنا نعمل ايه؟ نشوف ده ونقول الحمد لله، ونقول ندعم هذه الفئه اللي مسكوت عن حقوقهم سنين طويله في مصر للاسف. حقوقهم وندعم حقوقهم، تعبير قوي. انا قاعد معاكي بتكلم بصراحه شديد، اكني مش قاعد في الهواء، بتكلم معاكي بره الهواء. لكن ندعم حقوق، اعتقد ان في اخر فترات دي الموضوع اختلف. حقيقي. اختلف ازاي معاكي؟ بص، هو اختلف حقيقي من يوم، والله ولا مداهنه، انا متطوعه تماما في هذا الامر. يعني انا عارف، انا متاكد ان انت يعني قصدي مش بأداهن ولا كده. لا لا خالص. يوم فخامه الرئيس حط الملف ده في اولوياته، الموضوع اختلف تماما. وزارات شغل، كود الاتاحه اللي بيطبق في المدن الجديده، المؤسسات الدوله اللي بيتعمل فيها كود اتاحه ووظائف بتتشيل بجد. انا لما بخبط على اي وزاره بلاقي كل الدعم، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التضامن، الرعاه، لما بتروح تقول لحد رعاني، الناس بقت فاهمه يعني ايه قضيه اعاقه في مصر. واذا كان لسه في حد اسمه معاق، فبرضه احنا اللي بنعيق المعاق. ما فيش حاجه اسمها معاق، هو معاق مني ومن حضرتك بسببنا. انا النهارده لما وفرلوش فرصه، يبقى انا فرصه عمل انا اللي بأعيقه عن ان هو يبقى احنا اللي غلطانين. بالظبط كده. بالزبط. لو انا النهارده المبنى بتاع حضرتك ده مش محطوط له سبل اتاحه ان يدخل بويل تشير، يبقى حضرتك اللي بتعيق، لكن هو ذو اعاقه، وهو ده الكلمه اللي انا اصريت ان انا اقولها في كلمتي قدام يوم الاحتفاليه. في فرق بين ان واحد ذو اعاقه، وفي فرق بين المعاق. المعاق هو معاق من المجتمع. لما في شركه عشان تحقق 5% تجيب ال 10 بني ادمين او ال 50 وتقعدهم في بيتهم وتديهم المرتب عشان بس تستف اوراق، يبقى هو بيعيقه عن انه يبقى انسان منتج في المجتمع. بصراحه ده بيحصل في البلد طبعا. يعني احنا نستف 50 في شركه طبعًا. دي صراحه بيحصل، دي حقيقه. ويديله مرتب. طب ما تستفاد منه، ما تشوف هو يقدر يعمل ايه ووظفه. ما هو اكيد القادرون باختلاف، اكيد عنده قدره انه يقدر ينتج لك حاجه، فبدل ما انت بتديله مرتب يديك ورقه، اعمل حاجة. مليون حاجه تتعمل. ومنهم يعني منهم، مش هقول لك قادرون، العلم بيثبت انه في المصانع لو حطينا خطين انتاج جنب بعض، المعاقين ذهنيا قدرتهم على الانتاج ب 35% اكتر من غير المعاقين. ليه؟ لانه احنا الاثنين النهارده دلوقتي قاعدين مع حضرتك، انا بفكر في ابني، بفكر اما اروح والطريق لغايه التجمع وليله طويله. صح. هم بقى قاعدين فيري تاسك اورينتد، هو قاعد بيفكر انك قلت له ركب القلم ده كده واعمله والناحيه دي تبقى كده، ولا بيفكر في اي حاجه، هو بيشتغل كده. فطاقته الانتاجيه عاليه جدا، انا اسف. فليه ما بنحترمش ده؟ ليه ما اخدش ده؟ هسالك سؤال. اتفضل. بصراحه برضه، هو انت قلتي في اول لما سياده الرئيس حط ايده على الموضوع او حطه في اولوياته، طبعا بدات الدنيا تجري. هو المفروض ان سياده الرئيس ياخد كل الاولويات قدامه عشان في بلدنا؟ في بلدنا؟ عايزين لا. ما هو قادرون باختلاف، لازم نختلف. بس هو هو يعني هو هي كانت بدايه. عايزين بقى نستمر. هقول لك حاجه، كانت بدايه، ولا انكر انه برضو حضور الرئيس الاحتفاليه بتاعتنا اللي كانت من يومين، انا مش قادر اقول لك في الاربع ايام دول بيحصل فيهم ايه. كم الوظائف اللي عماله تيجي لولادي، كم الاعلام اللي بيظهروا فيه، كم الناس اللي شافتهم بطريقه مختلفه. انت عارف يعني ايه انه الناس تكلمني في التليفون تقول لي امل العيال ظاهرين مش بصعبانيات، وهو ده اللي انا بشتغل عليه بقالي سنين. انا عمري ما دخلت انه بص والنبي والولي وبص ده معاق وخالص. الولاد دول انا بتعلم منهم، انا بشوف
معجزات منهم في دنيتي ما شاء الله، وبشوف حاجات كتيره جدا بيقدروا يعملوها. يبقى ازاي النهارده لما اجي اكلم حضرتك عليهم اقول لك بص والنبي وقف؟ لا، الموضوع مش كده خالص. عاجبني جدا فيكي اللي انت مش بتدوري على الصعبانيات، اللي انت لو سمحت عشان خاطري انت حاطه الولاد في حته عاليه جدا. ده حقيقي دي حاجه مهمه. وبص يعني الحمد لله رب العالمين ان من يوم ما ابتديت اشتغل في الملف ده انا ما كنتش بروح احطهم في مركز الشباب يظهروا فيه. انا اول احتفاليه عملتها في جامعه مصر، جامعة اللي هو بيعمل فيها مسرح مصر. تاني واحده عملتها في جامعه القاهره، صح. تالت واحده عملتها في المناره. كل ما هتعلي الايفنت كل الناس تبص له احسن. بالظبط كده. فانا ما بروحش ادور ان انا احطهم، لا انا بحطهم في اعلى حته في مصر. اما توقفهم في مسرح جامعه القاهره اللي جه عمل فيه اوباما يبقى انت بتحطهم في مكان. لما روحت المناره لا، انت في احسن مكان في مصر بتحطهم لان هم يستحقوا ذلك. ولازم تحطهم بما يليق بيهم. انت عايز تظهرهم للمجتمع، هم طول الوقت المجتمع شايفهم ايه؟ غلابه، ضعاف، عيني. لا هو مش عيني خالص، مش عيني خالص. هو مش عيني خالص. انت ليهم حقوق وعليهم واجبات. خد اديهم حقوقهم طبعا، وخد واجباتهم وطبعا، صح. مش بيتدرب وبيروح يجيب لك ميداليه ويجيب ميداليه احنا ما بنعرفش نجيبها كغير معاقين. لا، احلى حاجه ان انت حابه الموضوع، وعشان كده لازم هنخرج بس لكلمه مهمه المهندسه امل مبدا قالتها مع سياده قدام سياده الرئيس، هنسمعها وترجعوا لنا مره ثانيه. فخامه الرئيس، الحضور الكرام، حبيبتي من ضفايرها طل القمر وبين شفايفها ندى الورد بات، ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصحي الحياه في النبات. حبيبتي بتعلمني أحب الحياة، يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل. بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق، لو الزمن ليل ما يرهبنا ليل، شوقنا في عروقنا يصحي شمس الشروق. للحلوة قلب كبير يضم الولاد، وزاد وزوادة وضلة وسبيل، وكلنا عشاق ترابها النبيل. للحلوة قلب كبير يضم الولاد، احنا النهاردة في قلب مصر وقلب رئيس مصر وأهل مصر. عارفين يعني ايه لما كلكم تكونوا موجودين النهاردة وعلى رأسكم فخامة رئيس الجمهورية عشان تشوفوا احنا بنعمل ايه وكنا فين ورايحين فين؟ اتوجه لك فخامة الرئيس بالشكر بالنيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالشكر على تلبية دعوة أبنائك ودعمك المتواصل للقضية. الموضوع مش احتفالية، الموضوع قضية كبيرة بقالها سنين طويلة. مصر الفرعونية كانت أول دولة في العالم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة. المعاق هو معاق من المجتمع، لما ما وفرش سبل الإتاحة يبقى أنا اللي بقى عيق، مش هو اللي معاق، هو ذو إعاقة. بس أنا لو ما عملتش ده أنا اللي بقى عيق، وعشان كده بنقول عليه انه معاق، معاق مننا. هناك بردية مكتوبة من عصر الأسرة 21 بتقول: لا تسخر من أعمى، لا تهزأ من قزن، لا تقف في طريق رجل أعرج، لا تكون عابس الوجه حينما يكون قد تعدى الحدود، لا يعلو صوتك بالصراخ عندما يخطئ. فخامة الرئيس، من 4 سنين كان لي الشرف إني قدمت احتفالية للأشخاص ذوي الإعاقة قدام حضرتك في الدفاع الجوي. الدنيا اتغيرت قوي مع أولادي في 4 سنين دول. إقرار قانون إعاقة، بطولات محلية إقليمية وعالمية، نواب من ذوي الإعاقة، كود إتاحة بيتطبق في جميع المدن الجديدة، أول مذيعة في العالم بطلة من أبطال الاتحاد. لو حضرتك فاكرها يومها قالت لحضرتك أنا بحبك قوي وعايزة أسلم عليك، زي ما شفته كده في الفيلم. احنا في الاتحاد مع وزارة الشباب والرياضة بنحاول نقدم كل اللي يحتاجه أبطالنا، أنشطة رياضية، اجتماعية، فنية، طبية. ولادنا محتاجين كتير قوي، بس عندنا ثقة في ربنا وفي مجتمعنا وفي رئيسنا إن احنا هنقدر. كلنا قادرون باختلاف، وده اللي هنشوفه النهاردة. هتشوفوا اختلافات في القدرات، في المتميز وفي المتوسط وفي الأقل قدرة، زي ما ربنا خلقنا كلنا، وده اللي هنعيشه النهارده، اللي عايزين المجتمع كله يعيشه معانا وبنفس الطريقه دي.
هتشوفوا أبطالنا باختلاف قدراتهم، لكن في الآخر كلنا قادرون. الحقيقة أنا في أي احتفالية بطلب من الحضور إنهم يحيوا الأبطال الحقيقيين وراء كل النجاحات. التحية النهاردة هتبقى مختلفة بوجود فخامة الرئيس والوزراء والحكومة وكلكم. تحية للأهالي اللي أمنوا بقدرات أولادهم وسندوا ودعموا. تحية بتقول إحنا معاكم وفي ظهركم وهنقدر بيكم وبأولادكم. شكرا فخامة الرئيس. تحيا مصر دائما وأبدا. كلمة رائعة، بدأت بأبيات شعر. حتى انا سالته المهندس امل بصراحه، قلت له هو ايه ابيات الشعر دي؟ انا مش متابع الافلام والمسلسلات، فهي تقول ايه ابيات الشعر الجميله دي وفرعوني في النص وكلام عمي لميت اللغات المصري كلها في حته واحده. انا بحب الشعر كويس، ودي اغنيه انا بعشقها، دي الاغنيه اللي بينهي فيها عمار الشريعي الفيلم بتاع كتبت الاعدام، اعتقد اللي كاتبها سيد حجاب، حبيبتي من ضفايرها طل القمر وبين شفايفها ولا ندى الورد بات كويس. فهي كلها عن مصر وان احنا عشاق طرابة نيل، فانا فيها حته اللي بتقول ايه انت عاشقه لمصر طبعا اكيد طبعًا. كلنا طبعا دي حقيقه طبعًا. احنا عشاق ترابها النبيل فعلا دي حقيقه، يعني البلد دي تستاهل كل خير اكتر تستاهل كل خير دي حقيقة. واحنا نقدر نخليها احلى بلد في الدنيا. انا بشوف دايما العيب في مصر هو الناس اللي ما بقاش عندها انتماء للبلد. الحكومه يعني انا كل يوم ببكي وحياه ربنا في طريق ما بين المقطم والتجمع، الحكومه عاملاه زي الفل، كل يوم عربيات النقل الزباله والحجر بترمي فيه، الطريق متكلف ملايين. طب احنا ليه بنعمل كده؟ احنا اللي بنبوظ بلدنا. صح انا معاكي. طيب خلينا باشمهندسه نرجع، بس طبعا كلمه رائعه وكلمه عظيمه، لكن خليني ارجع، انت مهندسه مدني احنا جينا المجال ده ازاي؟ يعني مهندس مدني عماره تبني فلوس حاجات كتيره، بتكلم بصراحه والله. انا دخلت، انا كنت عايشه في الدنمارك كويس، فلما رجعت مصر اشتغلت كذا حاجه ما لهمش علاقه بالهندسه برضو. تمام. وبعدين كان في اشتغلت كمدير وطني للاولمبياد الخاص. الاولمبياد الخاص هي جمعيه اهليه تابعه لوزاره التضامن كويس، بتشتغل مع المعاقين. اول مره اشتغلت معاهم حسيت ان انا ربنا بيفتح لي باب من ابواب الجنه، اللهم يا رب احسبه كذلك، يعني يا رب. امين يا رب. وجودي مع الولاد ولما شفتهم وتعاملت معاهم وحضنهم وسندوا حاجه مختلفه. انا جربت بصراحه بجد، يعني حاجه مختلفه. انت بتتعامل مع اهل الجنه اللي ماشيين على الارض، دي حقيقه. اهل جنه هم دول، جزء من دول هنشوف، يعني اللي هيدخل الجنه باذن الله مننا هيشوف دول موجودين هناك اعتقد. فالحقيقه حبيتهم جدا، اتعاملت، كنت بشتغل، يعني ده كانت وظيفتي. بعد كده بعد 4 سنين من شغلي معاهم والحمد لله عملت نجاحات يعني قويه جدا، انتهت بحضور فخامه الرئيس الاحتفاليه اللي كانت معموله في الدفاع الجوي 2014. كويس، كانت مفاجاه بالنسبه لك اللي حضر الرئيس 2014. طبعا كانت مفاجاه، وكان ما كانش حد بقى بيقول لك خلي بالك الرئيس جاي، لا انا احسن الولد يعملوا حاجه غلط يعملوا حاجه صح. لا دي في الاحتفاليه دي بقى اللي اتقال لي كده، هي كده في دي بقى قلق. يا نهار ابيض، يعني احنا اصلا في الاحتفاليه دي انا بقالي شهرين انا ولا عارفه ان الرئيس جاي. بعت له دعوه وبعت له ان انا عايزه يعني امنيه عندك ان هو يحضر، اقصى امالي انه هيحط الحدث تحت رعايته. كويس، دي اهم حاجه عندك. وانه احتمال يحضر يعني. كويس. يعني انا عامله الدعوه بس طبعا الامل ان هو يرد ويقوله بسبب مشاغله وبسبب حاجات كتير يعني مش, مش 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 اكيد يعني. كويس. بس الولاد بتتدرب واحنا هنعمل الحفله وخدت المكان والعيال شغاله، وحقيقي كل فنان داخل معايا انا والله بس بديهم حقهم. الفنانين دي كلها بالمصمم الازياء بالمخرج، الناس دي كلها داخله متطوعه لوجه الله، لا يتقاضوا مني اجر تطوعه ومن غير ما يعرفوا ان رئيس الجمهوريه جاي، عشان بس ما حدش يقول ان ده اللي سمعته. في ناس بتزايد اكيد، بصي خلي بالك برضه في ناس بتزايد لما عرفوا ان الرئيس جه. لا فجم. كل الناس دي جايه ويتم الاتفاق معاها وهيحضروا ومشاركين في الحدث ده، بالعكس ده في منهم كانوا جايين ما عرفوش يدخلوا نتيجه ان الرئيس جه قبله، زي عمرو يوسف مثلا. كويس. يعني عمرو عامل لي فيديو قال لي امل انا في العربيه اهو قدام المناره البدله اهو وانا اهو والباب اتقفل عليا. الباب اتقفل خلاص طبعا. فلكن كل الناس دي مشاركه عشان هي حابه هذا العمل، فعملنا كل اللي علينا، عملنا الاحتفاليه، الولاد بتتدرب، وبعدين فوجئنا بقرار ان رئيس الجمهوريه جاي الاحتفاليه. ابتدى بقى الرئيس جاي، لا الفقره دي مش حلوه متلخبطه. طب ما تتلخبط
هم معاقين يعني. ده احنا انا طالعه كنت انا وانتي ممكن اتلخبط دلوقتي واحنا قاعدين بالظبط. انا طالعه اقول قادرون باختلاف يعني. المشكله لما يطلع لا اصله هيتلخبطوا قدام رسمه يتلخبطوا. ابتديت بقى الخناقات انه لا المنظر بس الحقيقه العيال انصفوني وزي هم مش انصفوكي. هم يعني ربنا كريم عليهم تعبوا فربنا كرمهم يعني. عايز اقول لك اليوم قبلها بالليل والله يا كابتن خالد انا مروحه البيت. انا كنت يعني بقالي شهرين بدخل بيتي واحده واثنين بالليل تمام من تسجيل الدنيا للاغنيه للفقره دي اللي دوري لي على مطرب. وطبعا الملحن بقى مطلع يعني هو جميل هشام. الصوت مش عاجبني قوي. هشام جمال صح؟ هشام جمال قمر. جميل قمر سليم يعني قمر. انا ليه علاقه شخصيه دي يعني حاجه جميله بصراحه. عايز اقول لك شخصيه ربنا يعني يخليه لشبابه 27 سنه دي حقيقة. وولد جميل. وبعدين قال لي الاول هلحنها لك بس دنيا جدولها مش فاضي. تاني يوم امل دنيا سمعت الاغنيه وهتبقى معانا. بص رزق العيال دي ده اللي انا بقى شفته في السنين الطويله ما العيال دي قول بس انوي ان انت تعمل لهم حاجه. قرر مفتوحة. بس مفتوحه يعني لو عبد الحليم حافظ موجود كان زمانه جه غني. هي فعلا كل الناس بتحب مداخل الخير او تمشي في الخير. لكن خلينا نرجع لشويه برضو ورا. انت خلاص انشاتي واشتغلتي في الموضوع وحبتيه. ازاي حضرتك فكرتي للاتحاد الرياضي؟ ازاي قلبتي الموضوع من مشاركه عاديه لمنافسه رياضيه؟ طيب الاولمبياد هي الكل فائز دي كويس. ترويحيه ترفيهيه عشان كده لما بيسافروا بيجوا تلاقيهم جايين ب 200 ميداليه و 180 ميداليه كويس. الكل فائز ده نظام الاولمبياد. الاتحاد الذهني كان لجنه تحت مظله اللجنه البارالمبيه ومحدش بيعمل له شغل قوي. وانت عارف الذهني ما لهمش صوت يعني. دايما الحركي يقدروا يدافعوا عن حقوقهم طبعا. السم يقدروا يدافعوا. الاعاقه البصريه هيتكلم ويقول. الذهني ما لهمش صوت خالص. فابتديت كان ايامها سياده الوزير طاهر ابو زيد كويس. فرحت له قلت له يا كابتن طاهر عايزين نعمل اتحاد كده. قال لي انا معاكي قدمي اعملي جمعيه واعملي جمعيه عموميه واشهار. والحقيقه اشهر الاتحاد في 2014 لما جه المهندس خالد عبد العزيز 2015 كان كنا واخدين اشهار مؤقت كان بيتم التجديد لنا كل سنه كويس. فتم التجديد لنا مرتين من المهندس خالد عبد العزيز. بعد كده بقانون الرياضه الجديد كان انتخابات. فيعني انا اشرف ان انا من اول اشهار الاتحاد من 2014 لغايه 2018 انا رئيس الاتحاد خلال الاربع سنين دول. وشرفنا بقى ان احنا خدنا رئاسه الاتحاد الافريقي واول منصب خدناه دولي كان سكرتير عام افريقيا وبعد كده عضويه الاتحاد الدولي في وقت قصير جدا يعني. الاتحاد الحمد لله عمل نجاحات في اقل من اربع سنين. اتحاد دولي عمره قد ايه؟ الاتحاد الدولي حاجه 20 سنه واحنا اربع سنين حقيقي انجازات كتير. الحمد لله. في حاجه عملتيها جوه الاتحاد الدولي او جوه الاتحاد المصري اخدها الاتحاد الدولي وطبقها على الاتحادات بالزبط. ودي حاجه مشرفه جدا ليك. الحمد لله. عملنا تجربه التصنيف كويس. التصنيف ده قبل يعني قبل الاتحاد المصري كان ايام الاولمبياد او احنا كاتحاد لما بينزل سبق ينزل الداون سيندروم مع التوحد مع التاخر كويس. التوحد والتاخر قدراتهم الجسديه مختلفه عن الداون سيندروم. الداون سيندروم ليه مواصفات خاصه ربنا خلقه بيها اضعف جسديا تمام. فكان يعيني دايما الداون سيندروم الاهالي بيشتكوا انه ما لهمش سباقات خاصه كويس. وان هم دايما لو في سبق نازل بيطلعوا الخامس والسادس رغم انه بيتدرب. فعملنا فصل للاعاقات بحيث ان الداون سيندروم بيسابق اقرانه من الداون سيندروم ما شاء الله. التوحد بينزل مع التوحد. التاخر بينزل مع التاخر. نظمت الصفوف عشان تقدري الناس تتنافس في الحته بتاعتها بالظبط كده مظبوط كده. فكان في نوع من العداله. مهما اقول لك التجربه دي لاقت ترحيب من المدربين ومن الاهالي قد ايه لانها حققت العداله. التجربه دي عرضتها عفوا في الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي طبعا لقى انها تجربه ناجحه جدا. اول اتحاد عملها في العالم كان الاتحاد المصري وبتطبق دلوقتي في جميع اتحادات العالم ما شاء الله. من واقع التجربه المصريه وخلينا في التجربه المصريه. التجربه المصريه تجربه ناجحه جدا بالنسبه لي شخصيا. واعتقد الارقام والانجازات اللي انت عملتيها او الاتحاد عملها موجوده قدام الناس. خلينا نقول ان اتحاد الاعاقه الذهنيه هو الاتحاد الوحيد اللي بيصرف على نفسه. الكلام ده صح؟ طبعا. ده عشان بس يبقى الناس عارفه وهي الفخر. تعالي احنا الاتحاد ما بنصرفش يعني. كل الناس كل الاتحادات بتكون عايزه دعم من الدوله لكن اتحاد الاعاقه الذهنيه هو الاتحاد اللي هو اللي يكون منذ انشاء المفروض احنا ندعمه بماليات وكده. اعتقد ان ده
لا انا يعني وزير الشباب موجود دكتور اشرف صبحي، يعني هو الحقيقه انا بفخر. هو مره كان في اجتماع قال لهم ما تعملوا زي الاتحاد الذهني ما بيعمل. لا احنا انا يعني انا بشوف ومجلس الاداره معايا ان احنا واجبنا بما اننا تطوعنا لهذا العمل ان احنا نقوم بيه على اكمل وجه. فاحنا دورنا بما ان انا بقيت عضو مجلس اداره دوري ان انا لازم انمي موارد الاتحاد، ما اقعدش حاطه ايدي على خدي وكل بقى علمني بقى الاتحادات الثانيه. لازم الاتحادات الثانيه كلها تتعلم وكل كده اروح اقول له والنبي اديني يا سياده الوزير عندي سفريه والنبي اديني. لا طب ما انا اقدر اروح لرعاه واقول له تعالى. وبما ان انا بعمل نجاحات، يعني انا ناس كتير هاجمتني انت ليه بتعملي احتفاليه وبترقصي العيال وبتعملي لهم ده؟ انا ليه اولا دي حفله تنميه موارد الاتحاد. هقول لحضرتك حاجه، انا النهارده حضرتك هاندبول صح؟ مظبوط. كام واحد بيجي يتفرج في مصر على الهاندبول؟ مش كتير مقارنة بكرة القدم. أكيد. تخيل بقى لما اعمل هاندبول معاقين كام واحد هيجي لي؟ لا هيجي كتير اكتر من العادي. لا مش هيجي. لكن لما اعمل احتفالية فيها وفاء عامر وفيها دنيا سمير غانم، انت عاملة ميكس بالظبط بين كل الاطراف. الاحتفالية دي لما بيبقى فيها كده بتلاقي كم الناس اللي بتجيلك اكتر بكتير. فانا بالنسبه لي الراعي دايما لما بيديلك فلوس هو عايز ايه؟ عايز ماركتنج، عايز اسمه يظهر. فانا النهارده لما ظهروا في حفله في التلفزيون ودي ام سي بتنقلها ولا قناه الاهلي بتنقلها ولا ده ولا ده، هو بياخد اكسبوجر هو عايزه. مظبوط. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا حققت المعادله ان انا اولادي دلوقتي بقوا نجوم. انا العيال بتكلمني، انا مش عارف مين وقفني في السوبر ماركت، انا مين قال لي امضي لي. انت حولت هؤلاء يعني هذه الكيانات، مش انا يعني هذه الابطال، هؤلاء الابطال طلعتيهم في الساحه بالظبط كده. فبقوا باين انه بيغني بيرسم. انت شوف الولد وهو طالع جنب وفاء عامر ولا جنب ايهاب فهمي ولا جنب اشرف عبد الباقي. مين كان بيغني؟ بيغني مين اللي مين اللي كان بتغني؟ كانت في واحده بتغني بتغني في في الاحتفاليه. في انهي اخر احتفاليه؟ لا في دنيا سمير غانم عملت اغنيه مع 5 اعاقات. كان عندي 2 داون سيندروم. هي دي ده محمود ده بطل العالم على فكره في السباحه. هم مجتمع دي عامله 2 مليون مشاهده ما شاء الله. ده توحد احمد الشيخ. قمر طبعا. بصي قمر جميل. أمر. انا مستحيل لو انت ما قلتيش انا مش عارف. توحد كويس. نانسي اعاقه حركيه. ليه تحكموا بالشكل بس؟ الله جمال خلق البشر من غير فروق. مين كانت الكلمات؟ هشام سليمان. دي ام سي، رئيس قنوات دي ام سي، ومعاه محمد ابراهيم صاحب هشام جمال. هشام جمال الملحن؟ هشام جمال الملحن لازم. هو هشام. ومادي العامل. مين بس عشان بس نعرف الابطال؟ ده حبيبي عبد الرحمن. ده اعاقه بصريه. ما شاء الله عليه. يا ريت انا نسبح نسبح. عامله 7 مليون مشاهده ما شاء الله. زيادة على الحياة، أنا ليا دور لازم يتم، وعد إني بكرة أثبت لكم أنا قد إيه إنسان مهم. هي دي الرسالة. مش قادر أكمل. أوعدك إن أنا فعلاً مش قادر أكمل. والله أنا من جوايا الكلام صعب والرسالة مهمة. ورسالة المجتمع لو ما عرفش الرسالة اللي أنت قلتيها أو أولادنا قالوها النهاردة وتوصل للناس إن هي تفكر وما تبصش ده معاق. أنا كنت بتفرج على ناس بتكلم بصراحة يعني. يا عم ده معاق بعيد، الولد ممكن يصرخ عادي. لازم الناس تعرف حاجه مهمه، دول ولادنا. صدقوني كان ممكن يحصل عندي انا في البيت او يحصل عند مهندس امل او يحصل في اي بيت مصر. لو ما اهتمناش صدقوني الموضوع مش هيبقى كويس. انا مع مهندس امل وبدي صوتي صوتها وبضم صوتي لصوتها وبضم صوتي لكل مصر. يا ريت نهتم بالولاد دول، ولادنا صدقوني. تاني مره من جوايا بقولها، كان ممكن يحصل في اي بيت.
وممكن يحصل وهم عيالنا كويسين على فكره دلوقتي يحصل اي حاجه بالزبط. يتحول لمعاق فجاه بالظبط. بصي الحديث معاكي شيق جدا. انا بشكر بس النادي الاهلي عايز اشكره لان النادي الاهلي كان النادي الوحيد اللي لما تقدمت له لما جه كان عملنا عقدنا اول اجتماع لمجلس اداره الاتحاد الدولي خارج اوروبا فجبتهم عندي في مصر في الشهر مارس اللي فات اللي فات على طول انتوا استضفتوهم في النادي الاهلي. بنشكر كابتن خطيب ومجلس اداره الاتحاد العمري والضماطي والجرحي مع حفظ الالقاب ليهم كلهم وقابلوهم وعملوا لهم احتفاليه رائعه على حمام السباحه وشرفوني الحقيقه يعني. فانا بشكر النادي الاهلي. انت بنت النادي الاهلي هنعمل ايه؟ بصي احنا انا فعلا ما خلصتش. انا كان عندي كلام كتير ومصر الخير واساس مصر الخير وعلاقتي بيها والصعوبات وحاجات كتيره الكلام اخذنا. اتمنى نتقابل مره ثانيه. ده يشرفني كابتن خالد. ميرسي يا باشمهندس جدا. شكرا لحضرتك. انا فعلا حديث شيق كان لازم نكمل بس عندنا وقت وعندنا فقرات تانية. بس في حاجة سريعة هقولها قبل ما نتحول الأغنية العظيمة اللي سمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي في كلام عن إقالة الجهاز الطبي لكرة القدم. احنا اتصلنا بالكابتن سالم عبد الحفيظ نفى هذا الكلام تماما ان قال مفيش أي إقالة للجهاز الطبي. الموضوع مستمر، الناس مستمرة. الحاجة الوحيدة لو حصل أي نوع من أنواع الاستقالات أو الإقالات ده بيتحط على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. فاصل ونخرج أغنية العظيمة ونرجع للألعاب الأخرى والأخبار الرياضية.